صلي وأسلم وأبارك على صاحب الكتاب الأبقى والثوب الأنقى والقلب الأتقى سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. خلق الله رأسه من البركة وعينه من الحياة، أذنيه من الغيرة، شفتيه من التسبيح، لسانه من الذكر، أسنانه من اللؤلؤ، ريقه من عسل الجنة، وشعره من نباتها، وعرقه من مسكها، وعظمه من كافورها، عضديه من القوة، كفيه من الصدقة، قلبه من الرحمة. إنه رحمة الله للعالمين. من صلى عليه سيغنم، لكن من لم يصلي عليه سيندم. والذي تطفأ عنا بشفاعته حر جهنم، والذي قدمه في الصخرة علم. صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة في هذه الليلة القرآنية المباركة التي أقيمت في ذكرى الأربعين للراحل الكريم، حرم الراحل الكريم الحاج نصر عبد الحميد صالح. فنسأل الله أن يسكنها الفردوس الأعلى، يجعل ثواب هذه الليلة في ميزان حسناتها، هو ولي ذلك والقادر عليه. استضافت هذه العائلة الكريمة هو أبناء الراحل الكريمة، فخر الإذاعة المصرية وسليل الجامعة البسيونية ونبت بيت القرآن والمتربى على مائدة القرآن من والد وإخوة، فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني عوض، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وابن المطرية محافظة القاهرة. في هذه الليلة القرآنية قد جئنا لأبناء الراحل الكريمة، هو باسم الحاج حسام نصر عبد الحميد صالح، حاج بدر نصر عبد الحميد صالح، هو باسم الحاج منصور نصر عبد الحميد صالح، باسم الحاج حمادة نصر عبد الحميد صالح. هيا بنا نستفتح بالذي هو خير القرآن الكريم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. فقيل: وهل لها من جلاء يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله وتلاوة القرآن الكريم. هيا بنا إلى ساحة القرآن وفضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني عوض، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، يتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض أو تخفوه يحاسبكم به ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما
حسب قلبي إلا فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا كما حملته على الذين من قبلنا
الله لا إله إلا هو الحي القيوم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام
الله لا يخفي عليه شيء لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو إن الله لا يخفي عليه شيء الله لا يخفى عليه شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو لا إله إلا صدق الله العظيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ولا يقوى ولا يقدر على ذلك إلا باسط الأرض ورافع السماء وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني عوض قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي مقيم المطرية محافظة القاهرة في هذه الليلة القرآنية المباركة التي تقام في ذكرى الأربعين للراحل الكريم حرم الحاج نصر عبد الحميد صالح فنسأل الله أن يجعل ثواب هذه الليلة في ميزان حسناتها هو ولي ذلك والقادر عليه
تقدم بجزيل الشكر والتقدير نيابة عن أبنائها الكرام الحق حسام نصر عبد الحميد حق بدر نصر عبد الحميد والحق منصور نصر عبد الحميد وباسم الحاج حمادة نصر عبد الحميد بوافر من الشكر والتقدير لحضراتكم وكل من شرفنا في هذه الليلة القرآنية طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا.